وخالي قاعد يلعبون بعضهم يعرف يفحط يسوي حركات. انا دعست ولا ما دعست؟ بيك خفين كذا الطاير. يا الله كيف تحقون هذي الطابع يبوي حط بالمياه سكر. هلا مرحبا قال حال شباب، ان شاء الله طيبين. رجعت لكم مقطع جديد. اليوم عندنا مقطع مختلف شوي عيال. العادة نسوي مواقف المتابعين زي كذا، قصص متابعين محزنة مفرحة، لكن اليوم ليش ما اسوي مواقف صارت لي انا اضحك عليها، نضحك عليها كلنا سوا. قبل اخش على المقطع لا تنسى اللايك شير سبسكرايب كود ريتم شوب بس اي ون يا بطل. ما عليكم من الانتل هذا اللي موقف هنا، لكن اجز صراحة انا هبطل. ما علينا، لا تحرمنا من لايك شير سبسكرايب، خش على المقطع يا وحش. شوف مواقف كثير حصلت ببدا فيها. فالمواقف مثلا اللي تكون قصتها شوي بسيطه بذكرها في المقطع هذا، لانه مستحيل يعني اسوي قصه على 3 دقائق دقيقتين، قصه بايخه عرفت كيف. فهذا موقف قد حصل لي صراحه ايام يومين صغير. كنا نطلع زي شاليهات حلو، ويكون فيها دبابات ومره الناس مستانسه هناك لعب وفله. الزبده انا دائما اجي العب بالدباب كاي واحد يلعب كذا، خلاص العب سلك لها طلع. يلا الزبده عيال اليوم جمعه ورا جمعه يا اخي ماشي اشوف يعني عيال خالي قاعد يلعبون بعضهم يعرف يفحط يسوي حركات، وفي ناس غريبين يعني ما اعرفهم انا صراحه، اللي يعرف يسوي حركات يرفع مدري وش صار. جاء على بالي لازم يا شوت تسوي شيء مختلف، خلاص تلعب بالدباب كذا تمشي، لا لازم تسوي شيء مختلف. الشيء اللي جاء في بالي عيال قلت بسوي حركات زيهم وابدا اتفنن، يا ليتني ما سويتها. الزبده عيال استاجر ذاك اليوم الدباب، اركب اخذ لي لفه لفتين طالع، والله يلفون كذا بس بسيطه، لف وادعس خلاص ابشر بي. والله الف عيال وادعس، انا دعست ولا ما دعست عيال انا ما عاد ادري ايش صار. طحت من الدباب عرفتوا كيف، الدباب خذ 360 عيال رجع وطع على راسي، اقسم بالله وطع على راسي. يا الله يا الالم يا عيال، والله ما انساه قمت ابكبك. يا اخي والله العظيم اي واحد صغير يبي يسوي اشياء جديده لابد. هذا كان موقف. الموقف اللي بعده يا يال انا يوم اني صغير ولحد الان احب اسوي اشياء كذا خارج على المالوف. يا الله كان عندي سياره تشحنها حلو، تشتغل على بطاريه، مو بذيك السياره الكبيره مره بس هي سياره يعني شحن يعني تعتبر واو ترى. الزبده عيال عندي لان باب البايكه دائما البقها هناك، يعني قال لك اني معي موتر انا وخر عني ترى ما شاء الله. الزبده عيال يجيكم العلم خينا في الله ما وقفت على هنا، لا يا ابوي ابي اطلع انا اشوف اخواني يطلعون كل واحد بسيارته يدق سلف ويمشي، لا انا بيصير شيء كذا عرفت. الزبده عيال كان جنب بيتنا قريب كان في بقاله، يا الله الله يذكره بالخير، كانت قريبه حولنا. جتني الفكره من هنا قلت طيب البقاله قريبه حتى لو ضعت عيال الحاره بيعرفوني برجعوني لاهلي عرفت كيف. اشياء والله كثير ما حسبت حسابها، السلامة مره خطر. يا الله الزبده جت الفكره ولا ما جت، والله يجزم سعودي عيال دق شلف السياره الكهربائيه ذي فك ام الباب وانزل. الله الله وكيلك يا ابوي دق شلف امشي كذا اخر عني. امشي لين وصلت البقاله، البقاله قريبه عندنا ترى على طول، ولا وقف على جنب قال لك اني الحين وخر عني وانزل اتقضى الاغراض اللي. يا الله يا ايام يا عيال. يا خذيت وارجع ادخل البيت اهلي شي لا يعني لا اخفيكم بيك خفين كذا الطاير. يا الله بعدها ما ادري الظهر باعوها اهلي السياره الصغيره. الموقف اللي بعده يا عيال برضو حصل لي الموقف هذا في نفس البقاله، يا اخي دائما اروح البقاله يكون معي مبلغ بسيط يا اخي ما يكفي عرفتوا كيف، يا اخي تبي حلويات تبي تشتري اشياء ما عجبني انا الوضع اللي اشتري شوي خلاص كفي لا ابي زياده. وش سويت؟ كان في عندنا طابع الزبده لا احد يسوي الحركات هذه ابدا. كان عندنا طابع اشوف يعني اخواني وايام اختبارات وكانوا كذا اللي يطبع اوراق وبحوثات اشياء. يا عيال اشتغل كذا في مخي شيء اقسم بالله خطير. وش اللي صار؟ والله اشوف اخواني يسوون البحوثات وهذا بسيط يعني انا بس يفتحون الطابع يحطوا ورقه طيط طيط يطبع لك يطلع لك اللي تبغاه. انا ابي فلوس. شلون تجيب فلوس يا سيوت؟ الزبده يجيكم العلم يا عيال. الله واخذ 100 ريال من بوك الوالد الله يرحمه عرفت كيف؟ يرحم جميع موتانا وموت المسلمين. اخذ لك ذيك المياه. جيك افتح ام هذه الطابع يا ابوي حط المياه سكر. يا عيال اقسم بالله يعطيهم طيط. لا وبعد ازيدك في الشربات طبعتها من ورا ومن قدام بعد عشان وش طبقها. اصبر اجيك العلم لا تستعجل. اخذ الاوراق ذي وفيه المقص اللي يستخدمونها لي والطابنس الاصفر الله اخذ يا عيال وقصقص وحدد امها
اعطى الطامس الاصفر اعطى مو بطامس طامس سمك الزبده صمغ امه عيال وجهه قفا احطه وين رحت؟ رحت عيال البقاله نفس هذه هذا البقاله راح البقاله ذا تعذب مني صراحه ما في الليل انا اجيب الام امه كل يوم اجي اسوي له بافلام وطلع يا الله عيال دخلت البقاله واشتري يعني اشوف اي شيء اوه هذا كاكاو كان نفسي فيه جيب هذا البطاطس الفلاني جيب هذا مشروب جيب مشاريب يا عيال قضيت كانه واحد معه فلوس كبيره عرفت كيف فراح البقاله قام يطالع مستغرب يوم جيت انا اعطيه ضيعه الثقه السلام عليكم كم حسابي حط المئة المئة يا اللي سويته والله انا هبل يحسبني بنت ايش في ذا قاعد يضحك علي كلم ابوي اول يا الله يا عيال اقسم بالله موقف لا يحسد عليه الموقف اللي بعده يا عيال الموقف اللي بعده راحت هذا يا عيال ما انصح اي واحد يسويه انا يوم كنت مراهق يا عيال كان صوتي يختلف عن باقي اخوياي عرفت كيف مع الجوال يعني ما يبين انه مراهق عمره 18 زي كذا ايام اول فايش كنت اسوي واحد من اخوياي يا عيال انا كنت اخيب الدراسه واحد من اخوياي يروح يخش المدرسه ومره في السنبديك حاط رقم جوالي اني انا اخوه اني انا اخوه الكبير عرفت كيف الزبدة يالجيكم العلم متى ما بغينا نطلع والله الجو زين نبي لها كشته شو دق عليها ابشر دق لوكي السلام عليكم كيف الحال معك ولي امر فلان الفلاني ابوي لو ما عليك امر طلع بس محتاجين ومن هالكلام عندنا ظروف المشكلة كانوا يصدقون يا عيال كان هو يطلع يجي يمر بسيارته يا الله يا عيال مشت عيال فترة مرة طويلة أنا ما أنصح أي أحد يسويها صراحة لأنه بيجي يوم تنقفط الحمد لله عدت على خير ما انقفط الموقف اللي بعده كان في يوم الأيام عيال مودي الوالدة الله يحفظها ويحفظ لكم أمهاتكم وباكم إن شاء الله ويرحم من توفى منهم أنت موديها موعد مستشفى أنت وديها وما تكي في الملابك لأن ملابكهم كانت ما فيها مظلات فالشمس تصفق في مخي وش كنت أسوي كنت أروح لحد الحواري اللي حولها أروح المجمعات أوقف تحت الظل أدور أي ظل شجر أي شيء الزبدة عيال يوم الأيام وأنا قاعد أدور قاعد أكل لمحت بعيال بس على جنب لكن شكله مرتب نظيف بس تعرفون اللي كأنه منحاش من بيت وكذا توسخ جاه لوسخ من الشارع تعرف يعني الشارع لابد يتوسخ يا ولد اخذ ما اخذ جاء على بالي ابيعه جاء على بالي ربيه قاعد افكر ها يا ولد شو العلم اقول خذه وشو ايش بيصير والله واخذه اركبه خلص من الوالده ارجع البيت يوم دخلت البيت احطه في الساحه يا عيال معامله سياره انا كم ملي عليها فيري يوم بدا البس يا عيال ينهبل يا عيال بس انهبل تعرف الماي محين يحب الموية احاول افرك فيه واحاول يا ولد اخر شيء ما عاد قدرت الا رشه من بعيد بس ابي اخر الصابون عنه يوم شوي هجت والله القط امه يا عيال مع الباب طير يا حبيبي واشوف الجيران ماخذينه مسوينه بسهم وبس هنا وصلنا على حلقه اتمنى عجبتكم يا الحلقه خفيفه بسيطه مواقف حصلت لي فاذا تبغون نستمر اكتبوا لي في التعليقات كدريتم شوف بسايون وانشروا القناه والمقطع يا في كل مكان اتمنى دعمكم وقفوا معي وما تقصرون يا عيال معروفين لان نلقاكم سلام.